مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوكولا للمناسبات. عنا شوكولا بيضة 100 جرام وعنا شوكولا نوتيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. دوب الشوكولا البيضة بالميكروويف او على البخار. بعد ما دوبت الشوكولا بهيدا الشكل لنبلش الطريقة مع بعض. عندي قالب بدهنه شي خفيف زيت نباتي بهيدا الشكل. بحط الشوكولا، بسم الله، بعمل الشوكولا بهيدي الطريقة. بشيل الزوايد بهيدي الطريقة. هلأ بحطهم بالفريزر حوالي 10 دقايق. بعد 10 دقايق بس جمدوا بالفريزر كمان. فيني إذا حبيت حط طبقة تانية بهيدا الشكل بتطلع شوي أسمك. بعملها بهيدي الطريقة، بمد الشوكولا عجناب. هلأ صارت أفضل، مثل معجوني صار عندي الشوكولا. بعملهم بسرعة قبل ما يجمد الشوكولا بهيدي الطريقة. بهيدي الطريقة بس نشيل الشوكولا ما بيعذبنا وبيكسر معنا، عشان صار فيه طبقة سميكة. هلأ بدي حط أنا وياكم النوتيلا. هلأ بحط هولي الشوكولا على النوتيلا. بعملهم بهيدي الطريقة كمان. حاول قد ما فيني على رواق عشان ما تطلع النوتيلا لبرا. هلأ بعملهم بهيدي الطريقة ليصيروا نفس المستوى هيك. هلأ بحطهم بالتلاجة حوالي نص ساعة أقل شي. هيدي الشوكولا بعد ما حطيتها نص ساعة بالفريزة أشيلها أنا وياكم. بسم الله. شيل الزوايد أول شي بهيدا الشكل. بحط مي سخنة من هون على القالب لشيل الشوكولا بسهولة. شيل الشوكولا بهيدا الشكل. بس غسلت القالب من هيدي الجهة بمي سخنة دغري صار ينشال معي الشوكولا. هلأ بحطهم بصحن. إذا حبينا بحطهم بهيدا الورق بهيدا الشكل. بدي أشوف أنا وياكم حبي كيف طلعت من الداخل. بسم الله. بهيدا الشكل شوكولا بقلبها دايبة مثل ما شايفين، ومن برا تجمد. هيدي الشوكولا للمناسبات اللي عملتها أنا وياكم. حلو جدا، سهلة وسريعة بس بمكونين فقط. عندي لوز مطحون ناعم بهيدا الشكل، فينا نستبدله ببندق بجوز بأي نوع مكسرات نحنا بنرغبه. عندي شوكولا خام 100 جرام وشوكولا بيضة 100 جرام، فينا نحط نوع واحد من الشوكولا. لبلش الطريقة أنا وياكم. بسم الله. عندي مي مغلية بهيدي الطنجرة، بحط عليها شوكولا البيضة وبدوبهم على البخار.
بس دوبت الشوكولا البيضة بهذا الشكل. هلا بدوب الشوكولا الخام. هلا بعد ما دوبت الشوكولا البيضة والشوكولا الخام بدي احط قسمة من الشوكولا البيضة فوق اللوز. شي خفيف. بحركهم مع بعض. بس صاروا بهذا الشكل على شكل عجينة. بيجمعوا مع بعض. هيدي انتهينا منها. هلا بدي احط بس نقطة زيت صغيرة فوق الشوكولا ليعطي لمعة. حطيت حوالي ملعقة صغيرة. هلا عندي القالب هون. بملعقة صغيرة رح احط شي خفيف من الشوكولا البيضة. هيدا الشكل. بالأرض. بعد ما حطيت الشوكولا البيضة بهيدا الشكل هلا بدي احط حشوة لوز عليهم. بحط الحشوة بهيدا الشكل عليهم. بسم الله. بغرقها شوي بالشوكولا البيضة. بس حطيت الحشوة على الشوكولا البيضة هلا بحط الشوكولا الخام. بسم الله. بعد ما حطيت الشوكولا وخلصت بعمل بهيدي الطريقة على الشوكولا عشان يطلعوا جلسين. ده الشكل. هلا بحطهم بالبراد ليسقعوا ويشدوا منيح. هول الشوكولا بعد ما جمدوا منيح بالبراد. هلا بدي فكهم من القالب انا وياكم. بسم الله. هيدي الطريقة. هيدا الشكل. هيدا شكلهم النهائي. كتير شكل حلو محشيين من الداخل بلوز. المقادير اللي عملتها انا وياكم عملت لي هيدولي مع بعض. هيدولي مع شوكولا بيضة وهولي بس شوكولا والحشوي لوز. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The English recipe for this video is in the description box. Bye bye.